أهلا بكم مشاهدينا وبرنامج صافر الذي يواكب خليجي 21. سنكون معكم مع لقاءات هذا اليوم، اليوم الثاني من البطولة، إضافة إلى اللقاء من لقاءات مساء البارحة واليوم الافتتاحي، دائما بتعليق من الخبير التحكيمي القناة السعودية الرياضية الكابتن عبد الرحمن الزيد. مساء الخير. مساء الخير أبو باسل وجميع مشاهدي قناة الرياضية السعودية. ونتحدث عن الأطقم الأجنبية المتواجدة في هذه البطولة. شاهدنا اليوم فيكتور كاساي، وشاهدنا رفشان يوم أمس الأوزبكي. هل من أطقم أخرى غير الدول الخليجية وحكامها؟ لا، هو طبعا ما في، بسم الله الرحمن الرحيم، وما في غير الآن طاقمين هذه اللي خرجوا أمس الافتتاح، رفشان الأوزبكي والمجري فيكتور كاساي. نعم، بالتالي هم المتواجدين الآن لأنه مطلوب طاقمين. فيكتور أتى بدل التركي، كان التركي طبعا مريدي. فيكتور كاساي غير فيكتور كاساي عام 2010 يعني، طبعا هو اكيد خاصه على مستوى الخليج هو يعرف يعني شو المطلوب في الخليج، لكن يعني لازم ليس في افضل حالات. لا، هو ممكن قد يكون في اوروبا يكون افضل حالات، لكن هنا في مستوى الخليج في اوروبا لانه سبق وشارك في خليجي 16 في الكويت، وبالتالي هو يعرف الاجواء الخليجيه. انا ما ودنا يعرف الاجواء. لا، هو عرفها. طيب، اعطيك اياها من الحين. ناخذ لقاء الامارات وقطر، لقاء ايضا ضمن الافتتاحي، هو اللقاء الثاني. انتهى بفوز المنتخب الاماراتي بثلاث اهداف لهدف، قاده هو الدولي السعودي خليل جلال. سنتابع هذا اللقاء في ثلاث حالات. نتابع اللقاء، بدا من طاقم تحكيم اللقاء بقياده الدولي السعودي خليل جلال، وهو هل هو الحكم السعودي الوحيد في هذه البطوله؟ لا، معه المساعدين عبد العزيز الاسمري وعبد الله الشلوي. طاقم، قصدي الطاقم السعودي الوحيد في نعم البطولة. كل دوله فيها لها طاقم. دقيقه التاسعه أو ركلة جزاء، كأول ركلة جزاء في البطولة، ركلة جزاء مبكرة. مشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شاهد بداية اللعبة، تحرك الحكم كانت زاوية الرؤية بالنسبة له متميزة، ومثل الركلات هذه لابد من ركلة، وكان شوف شاهد الآن لما أخذ على يسار اللعبة. نعم، وشاهد الخطأ كله كان على اليمين، ما شاهد، وركلة جزاء صحيحة وقرار صحيح من الحكم. لو كان خلف اللاعبين ربما ما يشاهد القرار. نعم، في هذه هو اخذ يعني نفس زاويه الكاميرا، زاويه الكاميرا، وبالتالي اخذ القرار الصحيح. شاهد الان العثار موجود، وكان على مسافه امتار وتركيز هو جيد، هو اقرب منه، اقرب من الكاميرا، اقرب من الكاميرا، والتركيز بيكون اكثر لانه على اللعب. حصل تلامس بين المدافع والمهاجم. حصل تلامس، نعم، بالقدم باليمين. من تنفيذ لك تعليق عليه؟ التنفيذ كان جيد، وسجل هدف، حتى الحارس تقدم لكنه سجل هدف. هذا اول اهداف خليجي 21 سجل من ركله الجزاء. في الدقيقة التاسعة من لقاء الإمارات العربية المتحدة ومنتخب قطر، الحالة الثانية في الدقيقة 27 هدف الإماراتي الثاني. شاهد، حنشاهد الدقيقة 27. نعم، سجل فيها المنتخب الإماراتي هدف الثاني. يعني كان البعض قد اشتبه في وضعية اللاعب اللي عاد الآن، هل كان متسلل أم لا؟ نعم، هو طبعا من خلال تواجد المدافع خارج الملعب ربما يسبب شك، لكنه في التعديل أول هنا من رمية التماس. طيب، لا يوجد تسلل هنا، هذه ما فيها أوفسايد. نعم، لكن الآن بعد ما عمل العرضية أصبح لاعب قطر برا الملعب بعدين دخل. نعم، يعتبر من ضمن اللاعبين. نرجع شوية شباب، نرجع. نعم، نرجع لحظة، نرجع بس اللحظة اللي اشترك فيها اللاعب الإماراتي. نعم، إلى هذه. نعم، هذه بس حتى لما ما لعبت الكرة. طيب، لما تلعب الكرة نوقف اللعب. نعم، عاد اللاعب من موقف التسلل، ما في الا واحد مغطيه، اصبح على خط واحد مع اخر ثاني منافس هو حارس المرمى. المدافع القطري الان في التعديل من عام بعد يورو 2008 صدر المدافع التعديل. اللي دخل من نعم من الخلف يعتبر موجود في اللعب طالما اللعبه موجوده، حتى خروجه لا يعتبر خارج الملعب، يعتبر كانه على خط المرمى، ويعتبر هو الاول حتى لو كان خارج الملعب والحارس هو الثاني. اذا خلينا نوضح هذه مره ثانيه ونرجع بشكل سريع عبد العزيز، لان هذه يمكن تقريبا اهم حاله في نعم اهم حاله هنا في يوم الامس وهذا اليوم، وايضاح يعني مميز لحالات كثيره ممكن تتكرر. نشوفها مره ثانيه عبد العزيز. المدافع القطري حتى وان كان خارج الملعب يعتبر كانه في اللعب وعلى خط المرمى. نعم، وبالتالي يجب ان يكون اللي يطالب برفع الرايه في مثل الحالات هذا خاطئ. في تعديل طبعا. نعم، مؤخرا عام 2008 اصبح اللاعب او المدافع حتى وهو خارج الملعب يعامل كانه على خط المرمى، كان هو اللاعب الاول. نعم، واللاعب الثاني داخل الملعب، داخل الملعب. حتى لو وجد لاعبين على خط خارج المرمى، لاعبين مدافعين، يكسرون التسلل، يكون كاسين التسلل، والحكم يكون يقف على خط المرمى على اعتبار المساعد، وبالتالي قرار تركيز جيد من المساعد الثاني عبد الله الشلوي. تركيز جيد من عبد الله الشلوي في هذه الحاله، ومساعد الثاني من طاقم التحكيم السعودي لهذه المباراه. الحاله الثالثه
كان هناك في الدقيقة 77 هدف للمنتخب القطري، شاهد لماذا ألغي هذا الهدف؟ نفس الشيء من ركلة حرة مباشرة، نشاهد الآن تقدم اللاعب القطري، مهاجم القطري اللي سجل هدف بتقدم بالرأس، يشبه الهدف اللي سجل فينا اليوم هدف الأول. نعم، هو طبعا كطريقة هل اللقطة وضحت لك؟ نعم وضحت، نعم لو كان يثبت اللعبة من لحظة طيب البداية. طيب نثبت لأن الشاشة اللي عندنا ما من الإعادة، ربما أنا شاهدتها أكثر مرة البارح. طيب نتابعها لحظة تمرير الكرة يا شباب، من اللعبة الثانية وليست الأولى. الأولى حماخذ الكاميرا، لا لا هذه ما توضح، يوقف مش حتوضح ذي في لعبة، ما في لا في اللعبة الثانية، الإعادة الثانية بتكون أفضل. طيب اللي هي زاوية الكاميرا شاهدها الحين، شاهدها خلي بس لا يقدم الكرة حتى ما نشاهد الآن، قبل لا تلعب الكرة مشي شوي، خلي يمشي لما لحظة ركل الكرة نوقف اللقطة. نعم حنشاهد الآن لحظة ركل الكرة، ما بعد ركل الكرة حتى الآن، بس ما بين معنا حد اللاعب شوفه. هذا هو بعد ما انشاتت الكرة، لأنه ممكن للأسف هنا التلفزيون لكن في شاشات أوسع، يعني ممكن تجزم بأنه أجزم نعم لأن شفته على شاشات أوسع. طيب شايف نفس ما في أوسع من شاشتنا أبو زيد، هذه 80 بوصة يمكن التسجيل هنا. أنا طيب يمكن نظام نظام التسجيل. طيب لكن هو على العموم كان متقدم بالرأس وكان القرار المساعد صحيح، قرار المساعد سليم في احتساب ورفع الرأي في هذه اللقطة في دقيقة 77. تقييمك لخليل جلال في هذا اللقاء؟ والله كان كل الطاقم كان متميز، وتقريبا أنا متابعت الأربع مباريات، هم الآن أميز طاقم لأسباب عديدة، أول شيء للقرارات اللي اتخذت، وبعدين لصعوبة المباراة، مباراة سريعة سريعة وقوية كانت، وهي الأقوى حتى لا من اللعب فنيا وكذا، بالتالي إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة. تعطي خليل أعطيها البارحة 9 من 10، المباراة صعبة كانت، 9 من 10 واحتساب ركلة جزاء صحيحة. اللقاءات هذا اليوم مشاهدينا، نبدأ بلقاء المنتخب الكويتي ضد المنتخب اليمني، اللقاء الأول في المجموعة الثانية، كسب المنتخب الكويتي بهدفين دون مقابل. نتابع طاقم تحكيم المباراة بقيادة بنجر الدوسري، هذا هو طاقم تحكيم المباراة، بنجر الدوسري من قطر طبعا، من دولة قطر، ومساعدي حسن الذوادي رمزان الرمزان كلهم من قطر تقريبا. طاقم تحكيم القطري ألغى هدفا للمنتخب الكويتي في الدقيقة 4، نشاهد لماذا ألغي هذا الهدف. المساعد الأول نشاهد تركيز الرمزان، وحنشاهد المور رمزان حسن الذوادي، حنشاهد لحظة تمرير الكرة في العادة بتكون أوضح لما تمرت الكرة، وكان طبعا مثل الهدف اللي ألغاه عبدالله الشلوي البارح كان صعب جدا، وحنشوف الإعادة بتكون واضحة، لأن لسه حتى الآن شاهد أرجع شوي، أرجع قليلا واضح، نعم واضح، كان متقدم شاهد بالرغم بالجسم أكثر، بالتالي كان قرار المساعد صحيح للإعلان على التسلل، وهذا يؤكد على أن التركيز ما زال موجود عند المساعدين في المباريات. التركيز متميز للذوادي في هذه اللقطة، الحكم المساعد الأول في هذا اللقاء، الحالة الثانية ركلة جزاء في الدقيقة 10 على المنتخب اليمني، نشاهد الدوسري بنجر الدوسري في احتسابه ركلة الجزاء اللي تسجل منها الكويت هدفه الأول. نعم حنشاهد الخطأ موجود، لكن هل كان داخل أم خارج، وهذه كان مسؤولية المساعد الأول يساعد الحكم، ما كان طبعا هو الحكم ما سمح بالأعطى بطاقة صفراء، وهذا شيء طيب يحافظ على شخصيته. نعم. احتجاج غير مقبول، غير مبرر خاصة. شاهد الآن أنه أتمنى الآن الحكم لا يمكن، لا يوجد أوفسايد، الحكم لا يمكن يعطي قرار كان الركل في القدم اللي خارج الملعب، بالتالي اللي خارج هذه الآن قبل لا يسقط، بالتالي سقطوا داخل المنطقة، قرار كان ممكن المساعد يساعد أكثر في عملية داخل أو خارج. أنا أشوف أن إذا الحين في عاد هذه الآن أرجع شوي. لحظة شوي. شاهد كان الخطأ بالقدم اللي كانت خارج الملعب، خارج آسف. أعطينا نفس اللقطة. نفس هذه شاهد الآن خارج القدم اللي كانت ممدودة للخلف. أي بس أنا أصبح داخل المنطقة. ما عليه، بس القدم اللي حصل فيها الخطأ أنا هو العكس، لو كان الآن داخل المنطقة. لا على الخط أبو زيد. لا القدم قدم على الخط، والقدم تتبع عليه الخطأ خارج الخط. كان ممكن يعلن، طبعا هي صعبة جدا على الحكم، لكن ركلة الجزاء مقبولة في مثل الحالة، ممكن كتقدير، لكن هو الأفضل يكون خطأ خارج المنطقة. طيب العموم هي حظ الحكم أنها يعني ما تسجلت، بالتالي طيب ما أثرت على النتيجة. نشوف التنفيذ داخل أبو زيد. لا برا القدم برا يا أبو باسل، بس عاد إحنا نقول الحمد لله يبغى لها توقيف وشكل أكثر ووقت أوسع، إحنا ربما الوقت ما يساعدنا، يعني هي ما تسجلت وكان يعني لم تؤثر على النتيجة. طيب هذه الحالة الثانية والوحيدة أو الأخيرة في هذه المباراة، التنفيذ لك تعليق عليه؟ لا يجد تقييمك البنجر الدوسري في المباراة متوسط الصعوبة، الحكم حسب ركلة الجزاء وإن كان عليه، لكن لم يعني كان له أداء جيد جدا، يستحق 8.5 من 10.
8:30 من 10 للطاقم القطري بقيادة بنجر الدوسري. نأتي للقاء